بعد أن اعتقلوا الآباء والأمهات إلى الحبس، بعد أن اعتقلوا طبعا الأولاد يبقى دون من يربيهم، دون من يأويهم. فلذلك الصين بنت مدارس ما يسمى الحضانة. هؤلاء الأطفال لعلكم شفتم موجود في الاستوديو صور لقد أرسلت لكم، يظهر وجوه الأطفال وجوه التركستانيين، ولكن لباسهم الذين يلبسون لباسهم وتحركاتهم ولغتهم وأكلهم وشربهم على الطريقة الصينية، على الطريقة الصينية تماما. فلذلك الصين تهدف من هذا أولا أن الأطفال التركستانيين من السهولة تغيير أدمغهم من التركستانية إلى الصينية. حينما يغير الأطفال لغتهم وثقافتهم ودينهم انتهى، انتهى تماما. فلذلك هناك مئات الآلاف من التركستانيين لا يستطيعون أن يرى أبويهم، آباءهم وأمهاتهم، ولا هم يستطيعون أن يشوفوا أهلهم. بعيدا عن الأهل يربون هؤلاء الأطفال لغسل أدمغهم ويربون على الطريقة الصينية. يعني بعد 15 20 سنة يكبرون هؤلاء الأطفال تماما على الطريقة الصينية. هم الذين يحاربون الدين، هم الذين يحاربون التركستانيين، هم الذين يخدمون على الطريقة الصينية للصينيين. فلذلك هذا موضوع المعسكرات الأطفال هي جد خطير جدا. فلذلك على العالم والعالم العربي والإسلامي أن ينتبه في هذا الجانب. نعم. طيب حتى دكتور لا يضيع شعب التركستاني بأكملها